بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة واصلا. لعنه الله قال لأتخذن من عبادي نصيبا مفروضا ولأظلنهم، يعني شد صحيح اللي مش يخرج من البيس معنى طريق التوحيد، ولأظلنهم ولأمنينهم، دائما لبروميس لبروميس الريان كل بروميس دائما يعدكم، وبالتالي هو حقيقة يخوفنا من الفقر وعيدنا بوعود لا يمكن أن تتحقق لأنه جهل، يدعي العلم هو جهل. هو ليش جهل؟ جهل وصله أن يلعن ويطرد من رحمة الله ويخرج من الجنة. فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأظلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم، مش نمرهم، مليان المات أبسلو في مكان المولى، تعود المولى اعملوا صالحا، لا يعترض كل اعملوا سيئا. وقالوا المؤمنين الحقيقيين سمعنا وطبق، هم الاخرين سمعنا ولم نطبق. انا ما امر الله لا يمكن ان نسمع منه شيء ولا في الحقيقه منه شيء. سمعنا وطعنا بالنسبه لنا، بالنسبه للضالين اجمعين سمعنا وعصينا، هنا يهود لكن المجيئين من الله بنعصي. انا مجعول باش نعصي اوامر الله لان اقوى من الله، وانا مؤهل باش تسمع قولي وتدبيري قبل قول المولى وتدبيري، يعني من مسخوطين الكلب هذا. انا اغلب مما يدعون الاسلام متابعين ادله، يعني منبطحين في حضره هؤلاء الملاعين. نعود ان شاء الله تعالى.